رام الله تنضم إلينا نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. سيدة نبال أهلا بك. أعلم بأن الاتصالات ربما تكون تقنيا غير ممكنة بالشكل المطلوب، ولكن ما المعلومات التي تصلكم الآن حول ما يجري في مستشفى الشفاء وفي محيطه؟ أهلا بك، مساء الخير. نعم، هناك مشكلة في بالنسبة لموضوع الاتصالات، حيث أعلننا بالأمس توقف مولد الكهرباء الذي يغذي مستشفى الأمل الموجود في خان يونس، وهو أيضا يغذي غرفة العمليات المركزية لقطاع غزة، وبالتالي بات الاتصال بين غرفة العمليات قطاع غزة وغرف العمليات الأخرى الممتدة في قطاع غزة شبه معدوم. ولكن بطبيعة الحال وضع مستشفى الشفاء على حاله، نتحدث عن استمرار الحصار أرضا وجوا، والمنطقة هي بالفعل منطقة عسكرية يمنع على أي من الطواقم حتى سيارات الإسعاف الاقتراب منها. تصلنا عشرات النداءات لمواطنين محاصرين في محيط مبنى مستشفى الشفاء، محاصرين في بيوتهم، يوجد بداخلهم شهداء وجرحى، وتعجز سيارات الإسعاف عن الوصول إليهم لأن سلطات الاحتلال والمركبات العسكرية الإسرائيلية تستهدف أي شخص يمشي في محيط هذه المنطقة. الطواقم بطبيعة الحال تعيش وسط استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للمنطقة، وفي ظل حصار خانق وانقطاع التيار الكهربائي الذي يعرض حياة المرضى في الحضانات والمرضى في غرفة العناية المكثفة للخطر، عن صعوبة الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والجرحى. نعم. أيضا نفاذ كميات الماء والطعام حتى للمرضى وللطواقم الطبية العاملة. مستشفى القدس أيضا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، والذي بات محاصرا لأكثر من 10 أيام، قبل قليل تمكنت طواقمنا من إزلاء الجرحى والمرضى والطواقم الطبية العالقة داخل المستشفى بعد استمرار الحصار الذي دام أكثر من 10 أيام، قطع الاتصال لأكثر من أسبوع بالكامل عن الطواقم المتواجدة هناك. لا اتصالات، لا انترنت، لا طعام، لا ماء، لا كهرباء، بعد أصلا أن أعلننا خروج المستشفى عن الخدمة وسط ظروف. كيف سيدة نبال، كيف تمكنتم من إتمام هذه العملية، إجلاء كل الطواقم الطبية، المرضى والنازحين في القدس؟ كانت عملية عصيبة جدا. نتحدث في الأيام الأخيرة منطقة عسكرية، يعني تتواجد الدبابات الإسرائيلية في محيط المنطقة باستمرار، بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر على كل من داخل المستشفى، الأمر الذي يعرض حياة الطواقم للخطر. للأسف بالأمس حاولنا عملية الإجلاء وفشلت بعد أن حدث هناك اشتباكات عنيفة في المنطقة عرضت حياة الطواقم والمرضى للخطر. اليوم وبصعوبة بالغة جدا، هناك 300 شخص كانوا لازال عالقين محاصرين داخل مستشفى القدس، هم جرحى، مرضى، عائلاتهم، بالإضافة للطواقم الطبية العاملة هناك. تمت عملية الإجلاء، من يستطيع المشي تمكن من المغادرة مشيا على الأقدام. تم استغلال المركبات الشحيحة المتوفرة من أجل نقل المرضى والجرحى والطواقم الطبية التي يجب أن تكون معهم من أجل سلامتهم، وكانت العملية صعبة وطويلة للغاية. هل منحتم ممرا آمنا لإخراجهم من المستشفى؟ تمت العملية بطبيعة الحال من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء في الصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم الإجلاء وسط ظروف صعبة للغاية بحسب رغم شح البيانات، ولكن ما وصلنا أنه حتى الجرحى والمرضى يعني تم تفتيش كل شيء على الإطلاق. استغلقت العملية عدة ساعات، على الأقل ربما 5 ساعات، حتى وصلنا قبل قليل أن كل من هو متواجد تم عملية إخلاءه ومروا من نقطة التفتيش الإسرائيلية. الآن جاري نقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في مستشفيات الجنوب، لأنه أصلا بطبيعة الحال لا يوجد مستشفيات تعمل الآن في غزة، فقط مستشفى الأهلي المعمداني الذي تم قصفه سابقا وليست لديه أي قدرة أو إمكانية على استقبال جرحانا ومرضانا. سيتم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات الجنوب التي هي أصلا ليست بأفضل حال، هي أيضا
تعاني من إمكانية التوقف في أي لحظة بسبب نفاذ الوقود، وتعاني أيضا من شح المستلزمات الطبية والأدوية، وحتى مستشفى الأب التابع للجمعية أيضا والموجود في خان يونس توقف موجود الكهرباء الرئيسي فيه. سيدة نيبال، الكهربائي أيضا الآن ما عدد المستشفيات التي يمكن القول أنها قادرة على تقديم الخدمات أو الحد الأدنى من الخدمات؟ هلا بطبيعة الحال كما قلت عمليا لا يوجد أي مستشفى الآن في كل قطاع، حتى المعمداني نتحدث عن ظروف ملائمة، هم يقدمون الخدمات وفق ما هو متاح. مثلا نتحدث عن انقطاع الكهرباء ولا زالوا يحاولون تقديم الرعاية الممكنة للصحة والمرضى، ولكن عمليا بطبيعة الحال هي ظروف أصلا لا تصلح لعمل طواقم طبية ولا تمكنهم أصلا من تقديم الرعاية الطبية اللازمة. مثلا قلت لك مستشفى الأمل الآن هو لم يغلق بالكامل، لا زال المرضى موجودين بداخله، ولكن ماذا يعملون؟ هم الطواقم الطبية تعمل وفق الطرق التقليدية، انقطاع كامل بالتيار الكهربائي، حياة الجرحى الموجودين في قسم التأهيل الطبي لدينا الآن 25 مريض هم في خطر بأي لحظة، لأنه عمليا انقطاع تام بالتيار الكهربائي. يستخدم لدينا مولد صغير للكهرباء 20 كيلو فقط يعطينا إنارة لقسم الطوارئ، ويتم أيضا تغذية قسم الولادة، ما دون ذلك لا كهرباء على الإطلاق، وبالتالي حياة كل الجرحى والمرضى في خطر. نتذكر أيضا أن الوقود المتبقي في كل المستشفيات في قطاع غزة بعد مرور 39 يوم على العدوان المتواصل هو أيضا نفذ، ويعني من المتوقع خلال ساعات وأيام معدودة فقط تكون كل المستشفيات قد استنفذت كل ما لديها من وقود، وبالتالي مع انقطاع التيار الكهربائي يعني بطبيعة الحال توقف الخدمات بشكل كامل. كذلك هو الحال بالنسبة لمكتبات الإسعاف التي بات عددها قليل جدا بسبب توقف سيارات الإسعاف عن العمل جراء نفاذ. نعم سيدة نيبال، اعذريني هذا سؤالي الأخير، ولكن أشير فقط بأننا ما زلنا في متابعة لهذا المشهد من قطاع غزة، وغارة جديدة كما كنا نسمع بالتأكيد وأصوات للقصف والاشتباكات، كذلك كنا تابعنا مع مراسلنا منذ قليل معلومات جديدة حول مستشفى الشفاء المحاصر الآن والضربات الكثيفة في محيط المشفى والاستهداف المباشر لبعض أقسامه، مع تأكيد دائما بأن القائمين على القطاع الصحي في قطاع غزة يقولون بأنهم غير قادرين بالتأكيد من الخروج من هذا المشفى المحاصر، ولا ممرات أمنة لغاية الآن للخروج. السيدة نيبال، تحدثت إذن عن مستشفى القدس واستطعتم بالتأكيد إجلاء المرضى بحسب حديثكم وإجلاء الجرحى والطواقم الطبية والنازحين، هل هناك أي معلومات أو وعدتم ب خطط لإجلاء مستشفيات أخرى، ممرات آمنة لإخراج النازحين والمرضى من مستشفيات أخرى؟ حتى اللحظة لا يوجد معلومات بخصوص ذلك أصلا، حتى عملية إجلاء مستشفى القدس كانت عملية صعبة للغاية، وكما قلت حتى بالأمس فشلنا في إتمام العملية، وبالتالي الوضع صعب جدا للغاية بالنسبة لكافة المستشفيات، وبالفعل نحن بدنا نشعر بالعجز عن القيام بتقديم خدماتنا الإنسانية وخدماتنا الطبية المنقذة للحياة. حال مستشفى القدس كانت هي الورقة الأخيرة بعد كما قلت تم الحصار، تم قطع الإمدادات، تم القصف عن محيط المستشفى، وبالتالي تعريض حياة المرضى والجرحى للخطر. كذلك هو الحال الآن في مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات الأخرى التي نعجز أصلا عن قيام بدورنا الإسعافي، يعني نحن لا نستطيع تلبية نداءات عشرات المواطنين المحاصرين في محيط هذه المستشفيات ومناطق أخرى تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ترفض سلطات الاحتلال السماح بالوصول الآمن، شكرا، الوصول الآمن لسيارات الإسعاف للقيام بدورها الإنساني، وبطبيعة الحال تترك هذه المستشفيات تواجه مصيرها وحدها في ظل ظروف خطيرة للغاية تعرض. شكرا جزيلا لك من رام الله، كنت معنا نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.